دي الكره. طيب معانا عبر سكايب الان واحد من المدربين الاجانب المهمين جدا اللي جم في الكره المصريه سواء على مستوى منتخب مصر او على مستوى نادي الزمالك، الهولندي رود كرول المدير الفني الاسبق للزمالك ومنتخب مصر. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا لك. بداية نحمل لك الكثير من الذكريات السعيدة والطيبة، ماذا تتذكر من ذكريات ليك أيضا في مصر وأنت واحد من المدربين الكبار اللي مروا على مصر؟ طبعا ذكرياتي السعيدة الأولى هو المنتخب الأولمبي، وصنعنا العديد من اللاعبين الشباب ذو الجودة العالية، وشققنا لهم الطريق في جمهورية مصر العربية من المنتخب الأولمبي إلى المنتخب الأول، ولحقنا بفترة من الإعداد في شهر رمضان، وبعد ذلك التحقت بتدريب نادي الزمالك، وبعدين لقد شاركنا في العديد من البطولات مع نادي الزمالك المصري. وتذكر الذكريات السعيدة في مصر ونادي الزمالك خصيصا. غدا إن شاء الله هيكون في مواجهة بين نادي الزمالك ونادي الترجي، والفريقين قمت بتدريبهم من قبل، كيف تتوقع هذه المواجهة؟ المواجهة بالنسبة لنادي الزمالك هي مواجهة حاسمة للبقاء في البطولة الأفريقية. لو لم أكن خاطئا كانت أول مباراة تجمعني مع الترجي والزمالك كانت 2-0، وكان لدينا كان ماتشا مصيريا وماتشا هاما للزمالك ان نحرز الثلاث نقاط في المجموعه. بمناسبه المنتخب الاولمبي اسالك سؤال، وبصفتك خبير كبير في كره القدم، هل اختلفت المواهب الشابه في عصرك عن المواهب الشابه الان؟ هل قلت المواهب الشابه؟ نحن كمنتخب مصر في الفتره الاخيره كان في خروج صعب شويه من بطوله افريقيا للشباب بشكل مبكر على ارض مصر، هل المواهب قلت بشكل كبير في القاره الافريقيه او في مصر، ولا المواهب ما قلتش وهي ليها علاقه بس بالشغل الفني مع اللاعبين؟ طبعا مصر فقدت ميزتها ومكانتها في الكره الافريقيه حديثا. السبب الأول لما أتحدث عن القارة الأفريقية، نحن نرى كيف تأثر المنتخب المصري الوطني، وأن اللاعبين المصريين لا يستطيعوا لعب كرة هجومية مثل السابق. لقد فقدنا ميزة اللعب الهجومي حتى في منتخب الشباب المنتخب الأولمبي وعلى صعيد المنتخب الوطني. نرى أنه قد حقق المنتخب المصري أداء هزيلا في الشق الهجومي أخيرا. لقد خسرنا من نيجيريا، من فريق مثل نيجيريا، وبعد ذلك خسرنا في العديد من المناسبات في أفريقيا وافتقدنا التوازن. نعلم أن الكرة الإفريقية اجتهدت وعملت بجد من أجل تطوير الكرة، ولكن الكرة المصرية قد فقدت مواهبها وميزتها مثل لاعبين كبار زي أحمد حسن، مدحت عبد الهادي، الحضري، لعيبة كانوا على أعلى مستوى، لعيبة بذلت قصارى جهدها من أجل فريق المصري لكرة القدم. تفسيرك إيه؟ يعني تفسيرك لده إيه؟ تفسيرك المهني إيه؟ يعني ليه نفقد بعض المواهب؟ هل دي حاجة مش بإيدنا، ولا إحنا ممكن نشتغل إنه يخرج مواهب عديدة أكثر من ذلك؟ يعني المفروض نعمل إيه؟
للأسف لا أعرف حقيقة التطوير في الكرة المصرية أخيرا، ولكن على سبيل المثال الأكبر اللعيبة المصريين في الوقت الحالي هو محمد صلاح، ولدينا محمد النني في وسط ميدان أرسنال الإنجليزي. نعم، هما المثالان الوحيدان للعيبة الأعلى مستوى في إفريقيا الذين التحقوا بالكرة الأوروبية والإنجليزية أخيرا. طيب، بمناسبة محمد صلاح، للعيبة المصريين نفتقد التوفيق ونفتقد التطوير في الكرة المصرية خصيصا على الصعيد الشباب واللعيبة الصغير السن. بمناسبة محمد صلاح، كيف شاهدت هذه المواجهة الكبيرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد أمس وخسارة مواطنك الهولندي تين هاج مع مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة؟ هي للأسف كانت خسارة فظيعة ومرعبة لمانشستر يونايتد، والذي هو لم نعهد منه هذا الأسلوب من قبل وهذا الأداء. طبعا فريق مانشستر يونايتد كان على مستوى عالي من الفورمة في الماتشات والمباريات السابقة، ولكن في الشوط الأول كانت بوادر الأزمة، حيث أن مانشستر يونايتد لم يلعب كند قوي لليفربول، ولكن ترى فرق كبير مع تين هاج عن العام الماضي. نعلم أن الكرة الإنجليزية خصوصا الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن سهلا لأي مدرب للتأقلم، وخصوصا في خسارة العديد من الألقاب لمانشستر يونايتد، وهو في أخير الوقت قد فاز بكأس الكاراباو. رأيك فيما يقدمه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وهو يحتل الآن قائمة هدافي ليفربول على مر التاريخ في البريمير ليج؟ مستوى رائع جدا لصلاح. حتى صلاح في بعض الأوقات كان لديه موسما لم يكن بالجيد، أو كان لم يكن بالشكل الجيد والمردود الجيد في صعيد الموسم الحالي، ولكن هو بذل قصارى جهده وأثبت قدراته أنه أحرز تلك الأهداف الرائعة، وأنه كم كان سعيدا بعد إحرازه الهدف الثاني وتخطى الهداف التاريخي لليفربول. وكم ترى من جسده الرائع، وكم ترى العمل الشاق الذي مر به صلاح لكي يثبت قدراته وذاته في ليفربول. لو رجعنا بالذاكرة شوية وافتكرنا الجيل العظيم اللي انت كنت بتشتغل فيه مع المنتخب الأولمبي، مين من اللاعبين اللي كان ممكن يعمل مسيرة زي مسيرة محمد صلاح ولم يتمكن؟ كان هنالك حفنة أو بضعة لاعبين كانوا جيدين بالطبع. حازم إمام كان في فورمة عالية، طبعا هنالك أحمد حسن كان أعلى مستوى في الشق وسط الميدان. نرى أنه كان هنالك لاعيبة على صعيد المستوى الدفاعي، طبعا كان لدينا لاعبين عديدين جيدي المستوى ذو جودة عالية، ولكن لا أتذكر بالتحديد خلال الفترة التي دربت فيها نادي الزمالك أو حتى النادي، ولكن إذا نظرنا كانت الرؤية في ذلك الوقت كانت مثل على سبيل المثال لاعب مثل الحضري التي كان تطور من الدوري القسم الثاني في مصر حتى صعد ولعب في أعظم الأندية في الدوري الممتاز. نعم، لدينا أحمد حسن في وسط الدفاع، لدينا لعيبة من النادي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية التي أثبتوا قدراتهم وشاركوا في المقاولين العرب، لدينا لاعبين على أعلى مستوى. أنا كنت أقوم ببذل أقصى جهدي مع اللاعبين المصريين، وكنت أسافر للعديد من المنافسات ونحاول التدوير بين اللاعبين للحصول على أعلى جودة.
الهولندي رود كرول المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه المشاركة معنا، واحد من المدربين الكبار اللي جم في تاريخ الكرة المصرية، اسم كبير ورائع جدا على فكرة، من الأسماء الكبيرة القليلة في الأجانب. الراجل كان بيشتغل مع أياكس اللي جم في الكرة المصرية، رود كرول طبعا رائع. طيب